السلام عليكم طلاب المرحلة الثانية قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية. اليوم المحاضرة إن شاء الله دايركت كارنت موتور دي سي موتور. أول محاضرة لموضوع الدي سي موتور، أخذنا بالفصل الأول موضوع الدي سي جنريتر، هسه إن شاء الله نبلش بموضوع الدي سي موتور. طبعا الدي سي موتور شنو فرق عن الدي سي جنريتر؟ The electric motor is a machine which converts electrical energy into mechanical energy. يعني هو ماشين يحول لنا الطاقة الكهربائية إلى الطاقة الميكانيكية، بينما المولد كان يحول لنا الطاقة الميكانيكية إلى الطاقة الكهربائية. It depends for its operation on the force which is known to exist on a conductor carrying current while situated in a magnetic field. يعني مبدأ عمل أو اعتماد العمل مالته الأوبريشن، شلون يشتغل الماتور، يعتمد على قوة. هاي القوة تتولد نتيجة وجود موصل، هذا الموصل الموجود بداخل مجال مغناطيسي ويمر بهذا الموصل مرر تيار، هم حيتولد مجال مغناطيسي ثاني بالإضافة للمجال المغناطيسي المتولد نتيجة وجود الأقطاب، وبالتالي حتتولد عندنا قوة. هاي القوة المتولدة هي اللي حتحرك لنا الماتور، إن شاء الله نجيها بالتفصيل بعد قليل. Construction. DC motor is similar in construction to DC generator. إذن مكونات أو تركيب DC motor يكون مشابه لتركيب DC generator. As a matter of fact, any DC generator will run as a motor when its field and armature winding are connected to source of direct current. يعني أنا أقدر أحصل على DC motor من خلال أنه نربط الإدخال الدي سي موتور بأي دائرة كهربائية دي سي، بالتالي حيحول لنا من دي سي كارنت إلى ميكانيكال، إلى طاقة انرجي، إلى طاقة ميكانيكية. طبعا الفيلد وايندنج، ملفات الفيلد نتيجة وجود الأقطاب بروديوس تنطينا نيسيسري ماجنتيك فيلد، تنطينا مجال مغناطيسي. ذا فولو، بالتالي احنا عندنا هسه أقطاب مغناطيسية اثنين بها مجال مغناطيسي، ونجيب سلك موصل مرر بتيار كهربائي هم حيتولد به مجال مغناطيسي معاكس للمجال المغناطيسي المتولد نتيجة وجود الأقطاب، بالتالي حيولد لنا قوة. هاي القوة حتحرك لنا هاي الفورس which rotates the armature، تحرك لنا الارميتشر مال الموتور. Through the essential construction of DC motor is identical to، يعني يقول انه انه الدي سي موتور يكون مطابق للتركيب الكونستراكشن اوف دي سي جنريتر، لكن الاكسترنال ابيرينس اوف الشكل الخارجي للموتور may be somewhat different from the generator، ربما اختلاف قليل عن المولد. This is mainly هذا اساسيا due to نتيجة the fact that the frame of generator may be partially open because it's located in a relatively clean environment and only skilled operation are present in its vicinity. يقول انه الاختلاف فقط بالفريم، ليش؟ لانه اني عندي الماتور قد يتعرض الى وجود في ما نقول مخلفات لعمل الماتور، يعني مثل برادة الحديد و منشار مال خشب وغيرها، هاي حتولد لنا مثل ما نقول وسخ، هذا الوسخ يسبب لنا يدخل بداخل الماتور يسبب لنا مشاكل، لذلك يحطوا له فريم. وبإمكان أي واحد منا يستخدم الماتورات، أي ماتور موجود عندكم بالبيت أي واحد يقدر يستخدمها طبيعي، فلازم يحطوا لها فريم. بينما المولد لا، المولد يحتاج واحد مشغل لها، وهي تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية، فبالتالي أنه أكو أحد skilled يكون متمرس يعمل على تشغيل المولد ويكون مراقب إلها،
فمو مشكلة عندنا الفريم بالمولد بنحتاجه، لكن نحتاجه وين؟ نحتاجه بالماطور فقط. نيجي للتطبيقات الابليكيشن. ابليكيشن لدي سي موتور، اولا الستيل بلانت، في مصانع الستيل، مصانع الورق، تكستيل اللي هي النسيج، عندنا برينتينج بروسيسز، صناعة الطابعات، كرين، بالكرين الونش، الونش اللي هي الحفارة، واكسافيتورز وغيرها. طبعا الونش اللي هي الرافعة العفو، واكسافيتورز اللي هي الحفارة. الادفانتج، الفائدة انه هاي ستارتنج تورك، تنطينا عزم عالي عند البدء. اول نقطة انه عزم عالي عند البدء. ثانيا عندنا سبيد كنترول اوفر وايد رينج both below and above the normal speed، انه السيطرة على سرعة الموتور. عندنا رينجات مختلفة للدي سي موتور من الصفر الى كذا ريفوليوشن بير مينت، دورة بالدقيقة، الى 1000 ريفوليوشن دورة بالدقيقة، 1500، 3000. بالامكان عندنا اكيوريت ستيبلس سبيد كنترول وذ كونستنت تورك، يعني انا اقدر مثلا 1 ريفوليوشن بير مينت، 2، 3، 4، 10، 15، 16، 17، انا اقدر اتحكم بالاستيابات مال دي سي موتور وذ كونستنت تورك، والعزم يكون ثابت ما يتاثر بتغير السرعه. الكويك ستارتنج، السرعه تكون طبعا قلنا بالبدء، عفوا البدء مالته يكون سريع، الستوبينج مالته سريع، العكس الريفرسينج والاكسلريتنج اللي هو التعجيل ايضا يكون سريع. ديزادفانتج، المساوى انه هاي انيشال كوست كلها تكون عالية. ليش؟ لانه يحتاج الى صيانة دائمية، لانه الفحمات ان برشز تتعب ويحتاج لها تبديل وتأثر لنا على الكوميتيتر، فتحتاج دائما ان صيانة وتبديل فحمات، فبالتالي تكون مبدئيا كلفتها عالية. شلون حيشتغل عندنا الماطور؟ principle operation of DC motor. The principle of motor action can be stated as follow. مبدأ العمل الماطور، whenever a current conductor مثل ما قلنا موصل او سلك المرر بتيار كهربائي، is placed، خلي وين؟ بمجال مغناطيسي. هذا المجال المغناطيسي اللي قلنا عندنا قطبين اكيد بيه مغناطيس دائمي، حتتولد عندنا قوة، هاي القوة اللي هي حتحرك لنا الماطور باتجاه عقرب الساعة. الشكل الأول يوضح لنا البرنسبل مبدأ العمل. الشكل الأول أي يوضح لنا الفيلد اتجاه المجال المغناطيسي بالأقطاب، والفكر أول بي حيظهر لنا الكوندكتر فيلد، مجال المتولد نتيجة الموصل، مرور تيار في الموصل. واحد سي حيظهر لنا المحصلة الفيلد عندما نخلي الموصل في داخل مجال المغناطيسي. خلينا نلاحظ شباب، مثل ما نشوف ان الشكل الاول اللي هو بيه قطب شمالي وقطب جنوبي، وانبعاث الفيض المغناطيسي من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي، وهذا هو حالة طبيعية. بينما الشكل بي ان سلك موصل، هذا الزاد او الكروس معناته دخول التيار الكهربائي، يكون هنا نقطة دخول التيار الكهربائي، وحسب قاعدة الكف اليد اليمنى هيولد لنا فيض مغناطيسي يدور مع عقرب الساعة. بعدها شباب صار عندي هسه مجالين مغناطيسية متولدة. مجال المغناطيسي الأول بوجود هاي الأقطاب الدائمية، مجال المغناطيسي الثاني نتيجة تمرير تيار كهربائي بسلك موصل وتولد فيض مغناطيسي. لو نشيل هذا السلك ونحطه بداخل هذا المجال المغناطيسي، شنو اللي حيصير عندنا؟ لاحظ هنا طبعا هذا الكروس معناته دخول التيار الكهربائي. هنا عندنا فيض مغناطيسي دائمي منتقل من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي، فيض مغناطيسي دائمي، وحيجي له فيض مغناطيسي ثاني مع عقرب الساعة. مثل ما تلاحظون شوفوا شباب، هنا دخول التيار حيولد فيض مغناطيسي مع عقرب الساعة، يكون اتجاهه بهالشكل، بس من جوه حيكون اتجاهه بهالشكل، من اتجاهها من اليسار الى اليمين، جوا اتجاهها من اليمين الى اليسار. نلاحظ انه الانتقال الفيض المغناطيسي الدائمي
للأقطاب المغناطيسية من اليسار إلى اليمين بهالشكل هذا، بهالشكل هذا من اليسار إلى اليمين. ومرور التيار بالسلك ولد لنا همين فيض مغناطيسي من فوق يكون من اليسار إلى اليمين، بينما من الجوة من اليمين إلى اليسار. بالتالي فوق حصر عندنا تقوية، الاثنين بنفس الاتجاه فيتقوى الفيض المغناطيسي، بينما جوة حتتكنسل، ما يصير عندنا يعني لأنه حتكون عكسها، تجي من هنا فيض مغناطيسي ويجي فيض مغناطيسي، تشوف دورانه مع عقرب الساعة ينزل ويمر بهالشكل على عكس هذا، فبالتالي كأنما تتكنسل. هنا عندنا الفيض المغناطيسي فحصل عندنا تقوية فوق بأن إضعاف جوة. إذا كان عندنا دوت يعني خروج التيار الكهربائي من هنا، وبالتالي حيصير أن الفوق عندنا الإضعاف والجوة حيصير عندنا تقوية. ليش؟ أن التيار حيمر بهالشكل هذا عكس عقارب الساعة، من فوق حيصير عندنا عكس، بينما من جوا من يفتر يكون مع اتجاه المجال المغناطيسي للأقطاب المغناطيسية. بالتالي شباب هتولد عندنا فورس، هاي الفورس المتولدة سوينا بي ال اي، يعني بي اللي هو الفلاكس دينسيتي، والاي اللي هو التيار المار بالموصل، والال اللي هو طول الموصل. هسه نيجي شباب هاي شنو لو نيجي نطبقها على اقطاب مغناطيسي قطب شمالي وجنوبي، نحط ارميتشر عندنا ذني الاسلاك والشقوق اللي تنحط بالسلوتات اللي تمر من خلال مر الاسلاك واللف من خلالها. عندي قطب شمالي وقطب جنوبي، انبعاث الفيض المغناطيسي من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي. هنا يمكن بشكل اوضح تكون عندنا، هنا عندنا دوت دوت دوت، هنا عندنا كروس كروس كروس، يعني شنو؟ يعني دخول التيار من هذا السلك، وهنا تكون عندنا خروج التيار. فلو نلاحظ انه انبعاث الفيض المغناطيسي من الشمال الى الجنوب، من اليسار الى اليمين بهالشكل هذا. نلاحظ شباب انه هنا عندنا حيكون خروج، من هنا تخرج عندنا التيار الكهربائي، بالتالي حيكون يفتر عكس عقارب الساعة. من يفتر عكس عقارب الساعة وتجي لمن هنا فيض حيكون عكسه، فتشوفون هنا ماكو فيض مغناطيسي، حيصير عندنا ضعف، بينما حيصير عندنا تقوية من جوا هذني الأسلاك اللي هنا، بينما الأسلاك اللي هنا كروس، فبالتالي دخول التيار الكهربائي فيولد لنا فيض مغناطيسي مع عقرب الساعة حسب قاعدة الكهف اليمنى، فيكون تقوية لأنه من فوق يكون نفس اتجاه الفيض المغناطيسي المنتقل من القطب الشمالي إلى الجنوبي، بينما جوا يكون عكس، فبالتالي حصل هنا تقوية وعندنا هنا إضعاف. فمعناته شباب أنا عندي قوة تتولد هنا بهاي المنطقة، منطقة الإضعاف تتولد عندي قوة نتيجة أنه الفيض المغناطيسي مال أرميتشر يكون عكس الفيض المغناطيسي مال الأقطاب المغناطيسية، فواحد يكون عكس الثاني فيتولد عندنا قوة فورس تدفع بهالشكل، تدفع بهالشكل، تدفع بهالشكل، بينما هنا القوة حتدفع للأعلى، هنا القوة تدفع للأسفل، هنا القوة تدفع للأعلى، بالتالي هاي القوة تدفع للأسفل وهاي القوة تدفع للأعلى، العفو، هيتحرك عندي الماطور. من هنا عرفنا مبدأ عمل الماطور وشون دي يشتغل. هذا يوضح لك اللي نحكي هنا النحاس، وعدنا الأسلاك، وهذا هو القطب الشمالي، هنا القطب الجنوبي، انبعاث الفيض المغناطيسي من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي. طبعا هذا يمر وين؟ يروح دائما الفيض حيروح على النحاس، ما حيروح على الاسلاك، على القطع النحاسيه مال الحديد، عفوا على قطع الحديد، يمر بقطع الحديد، ما يمر بالاسلاك، بده يمر عندي بالاسلاك. بالتالي عندنا هنا كروس بدخول التيار الكهربائي حيولد فيض مغناطيسي مع عقرب الساعه، فمن دا يجي من هنا حيكون يميل. ليش؟ لانه حيجي له من هنا فيض بالعكس، شوف يمر بهالشكل هذا حيجي له فيض بالعكس، فيميل عندنا خطوط الفيض هنا، هنا هم تميل. ليش؟ لانه يجي له بهالشكل هذا، بينما هنا تكون مستقيما ما يأثر عليها فيض المغناطيسي مال الاسلاك. فنلاحظ شباب معناته انه هنا حتتولد عندي قوة، هاي القوة يعني اذا شوف انتو اكثر اغلب الخطوط الفيض المغناطيسي حتسبب لنا ميلان بها، كلها بها ميلان، فتولد عندي فورس مايله بهالشكل هذا. وحسب عندنا محصلة القوة اللي ماخذها بالميكانيك، تولد عندي فورس أولى بهالشكل هذا، والفورس الثانية تكون متولدة بهالشكل هذا.
شلون نسوي reversing the direction of rotation of DC motor، شلون نقدر عكس اتجاه دوران DC motor، نقدر نعكس the direction of rotation of the direction current motor may be reversed by، يا أما either current in the armature، نعكس تيار الأرميتشر أو polarity of the field. مثل ما شفتوا بالمختبر كنا دائما بنصير عندنا تطلع لنا إشارة مثلا بالسالب، نقيسون الفولتية أو التيار، شو نسوي؟ نعكس أقطاب الفيلد، أو نقدر نعكس التيار اللي ديمور بالأرميتشر. لهنا يا شباب تنتهي إن شاء الله محاضرتنا لهذا الأسبوع، نلتقيكم ونكمل إن شاء الله وياكم الأسبوع القادم. تحياتي.